السعادة يكون الإنسان مرتاح البال بصحيحته، يكون عنده شوية ديال الفليسات باش يقدر يلبي الحاجيات اليومية ديالو، والمهم في هادشي كامل هو يكون مرتاح البال. تكون سعيد روحانيا وماديا وبصحتك والمادة، وتلقى الناس اللي كيبغيوك وكتبغيهم، دير الخير في عباد الله ويديروا فيك الخير. السعادة هنا أول حاجة هي الصحة والسلامة ياك، وتكون عندك في خير. القضية هي الفلوس وكل شيء. السعادة هي اللي كانت الحياة مزيانة، كانت يعني كل شيء متوفر، حتى هذيك هي السعادة. الإمكانيات إلا كان الإمكانيات كاين كل شيء، ما كاينش الإمكانيات راه ما كاين والو بالنسبة للسعادة. هي أنني نجح في الدراسة ديالي أولا، نحصل على النقاط مزيانة ونفرح والديا وننجح في حياتي. السعادة بالنسبة لي هي الواحد يعيش حياته بالطريقة اللي بغى، وما ما يكونش انفلونسي باغ لي زوطخ، دونك فيفر سا في دو لا فاسون كي لا سويت. طرف الخبز، انه عندنا الدراري شي تيقرا شي تكوين كتخلص عليه شي، وكنكون فرحان اخويا الساعات اللي كيكونوا شي اعياد ولا شي عواشر. بنادم معك مزيان، تكون مزيان مع عباد الله، دير الخير. السعادة ديالي هي انني خاصني نكمل الدراسة ديالي ونتوفق باش انني نكمل المشوار ديالي حتى نحقق داكشي اللي بغيت. السعادة بالنسبة لي كلشي في الحياة، السعادة هي القراية، المقريشة ما كاين والو في الدنيا، وبحالك خصك تعيش. خصنا ضروري نقراو باش ننجحو في المستقبل. يا نكون في داري ونكون فرحان مع والديا وفرحان مع خوتي، هذيك هي السعادة والدنيا وما فيها.